بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنراجع دراسات اجتماعية للصف السادس الابتدائي، طبعا امتحانهم إن شاء الله الأربع الجاي. نتمنى لهم النجاح والتوفيق. نظام الأسئلة هنا أربع أسئلة، كل سؤال عليه 10 درجات. الدروس اللي احنا المفروض هنمتحن فيها ونذاكرها حلوة قوي: درسين جغرافيا، درس البيئة الصحراوية والسكان البيئة الصحراوية، ده الدرس الثاني. أما في الجغرافيا في التاريخ الدرس الأول أحمد عرابي، وطبعا درسين الجغرافيا هيجي منهم سؤالين، ودرس التاريخ اللي هو درس أحمد عرابي هيجي، لأن درس طويل هيجي فيه سؤالين. يمكن يجي سؤال مثلا على مصطفى كامل، شخصية من الشخصيات مصطفى كامل أو محمد فريد، وسؤال على أحمد عرابي، فعايزين نركز في الموضوع ده قوي. طبعا الأسئلة هنا نظام الأسئلة اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. عايزين طبعا نركز في الأسئلة قوي، لأن هم أربع أسئلة وكل سؤال عليه 10 درجات، فلازم نكون وإحنا يعني بنختار الإجابة نكون متأكدين 100%، لأن السؤال اللي بيضيع مني معناه أن أنا بضيع 10 درجات. طبعا رقم واحد، خلينا الاول هنحل رقم واحد: يحد الصحراء الشرقية من الشمال، شرق الدلتا ولا السودان ولا ليبيا ولا البحر الاحمر. الصحراء الشرقية بتطل من جهة الشمال على شرق الدلتا، على شرق الدلتا. تقع هضبة نقط في شمال الصحراء الغربية: الجولف الكبير ولا الهضبة الوسطى ولا ماري ماريكا ولا المعازة. طبعا ماري ماريكا هي الإجابة الصحيحة، تقع في الشمال، في شمال الصحراء الغربية، والهضبة الوسطى في وسط الصحراء الغربية، وهضبة الجولف الكبير في جنوب الصحراء الغربية، يبقى هضبة ماري ماريكا. رقم 3، يعد جبال نقط أكثر جبال الصحراء الشرقية ارتفاعا. الجبال الصحراء الشرقية اللي هي الجبال اللي هي جبال البحر الأحمر المطلة على البحر الأحمر، وهي عبارة عن سلاسل جبال، يعني فيها أكثر من قمة، زي قمة الشايب، قمة علبة، جبل علبة، أو قمة جبل حماطة. فهنا أعلى قمة جبلية في الصحراء الشرقية قمة جبل الشايب، قمة جبل الشايب، نحط تحتها خط وممكن كمان نكتب الإجابة. أما لو قال لي أعلى قمة جبلية في مصر كلها يبقى سانت كاترين، أو أعلى قمة جبلية في شبه جزيرة سيناء سانت كاترين. الجبل الذي يقع في جنوب غرب مصر هو جبل الشايب ولا سانت كاترين ولا موسى ولا العوينات؟ تعالوا نشوف أول واحد لسه قايلينه، هو جبل الشايب موجود فين؟ في الصحراء الشرقية. سانت كاترين في جنوب شبه جزيرة عربية، في جنوب شبه جزيرة سيناء. جبل موسى في جنوب شبه جزيرة سيناء. أما جبل عوينات هو اللي في جنوب غرب مصر، في جنوب غرب مصر، أو ممكن نقول جنوب غرب الصحراء الغربية، لأن ممكن يجي لي يقول لي جبل يوجد في جنوب غرب الصحراء الغربية. 5، أعلى قمة جبلية في مصر هي قمة جبل لسه قايلينها سانت كاترين. تهب رياح الخمسين في فصل الصيف ولا الشتاء ولا الربيع ولا الخريف. طبعا رياح الخمسين بتهب في الأيام اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، احنا في شهر مارس، وشهر مارس هو شهر الربيع، وهنلاقي فيه رياح محلية هي رياح الخمسين التي تهب في فصل الربيع. وممكن كمان نكتب الإجابة ونحط خط كمان تحت الإجابة. سبعة، أكثر محافظات البيئة الصحراوية سكانا: محافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، محافظة مطروح، محافظة شمال سيناء. كل دي محافظات اسمها اللي هي توجد في البيئة الصحراوية اسمها محافظات الحدود، لكن أكثر المحافظات سكانا محافظة شمال سيناء، هنحط تحتها خط. يعمل معظم سكان البيئة الصحراوية بحرفة التجارة، الرعي، الصناعة، صيد الأسماك. طبعا البيئة الصحراوية وندرة المياه اللي فيها، وان الحيوانات اللي فيها بتتحمل العطش، فهنا ده أدى إلى ان النشاط الاقتصادي الرئيسي اللي موجود هو نشاط الرعي، يبقى يعمل معظم سكان البيئة الصحراوية بمهنة الرعي.
مشكلة ارتفاع نسبة الأمية. احنا كده دخلنا في الدرس الثاني اللي هو درس سكان البيئة الصحراوية. مشكلة ارتفاع نسبة الأمية من الخصائص نقط لسكان البيئة الصحراوية، خصائص تعليمية اقتصادية سياسية اجتماعية. ارتفاع هنا نسبة الأمية يعني هنا نسبة التعليم القليل، يبقى خصائص تعليمية. يتركز سكان البيئة الصحراوية في الواحات بسبب وجود نهر النيل ولا المياه الجوفية ولا الأمطار الشتوية ولا البحر الأحمر. سكان البيئة الصحراوية بيكونوا موجودين مش في كل الصحاري، لأن الصحاري فيها من خصائصها ندرة الأمطار وندرة المياه، لكن الأماكن اللي فيها مياه جوفية هي اللي فيها السكان في الصحاري، يبقى موجودين في الصحاري بسبب المياه، وفرة المياه الجوفية. الهضبة التي يقطعها وادي العلاقي بالصحراء الشرقية هي هضبة مريمريكا، العبابدة، التيه، الجولف الكبير. هنا هضبة العبابدة في جنوب شبه في جنوب الصحراء الشرقية بيقطعها وادي العلاقي. يعتمد سكان الواحات في الزراعة على نهر النيل ولا المياه الجوفية ولا الأمطار الشتوية ولا بحيرة ناصر. طبعا بيعتمد سكان الواحات في الزراعة على المياه الجوفية. يبقى نحط خط تحتيها. السؤال اللي بعده، أكبر صحاري مصر الصحراء الغربية ولا الصحراء الشرقية ولا شبه جزيرة سيناء ولا الدلتا؟ الصحراء الغربية مساحتها 68% من مساحة مصر، أما الصحراء الشرقية 22% وشبه جزيرة سيناء 6%. يعني أكبر صحاري مصر يا أولاد الصحراء الغربية. تنتشر ظاهرة نقط في الصحراء الشرقية، ظاهرة المنخفضات ولا الواحات ولا الكثبان الرملية ولا الأودية الجافة؟ طبعا ظاهرة الأودية الجافة في الصحراء الشرقية. أما لو قالك الصحراء الغربية فينتشر فيها ظاهرة المنخفضات، يبقى الصحراء الشرقية موجود فيها ظاهرة إيه؟ الأودية الجافة. من العادات السلبية لسكان البيئة الصحراوية إكرام الضيف. مش ممكن إكرام الضيف تكون عادة سلبية، ولا الحفاظ على العادات والتقاليد ولا الترابط الأسري ولا عمالة الأطفال. هنا من العادات السلبية طبعا إن أنا أشغل الأطفال، هم المفروض في سن التعليم، يبقى هنا من العادات السلبية عمالة الأطفال. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالجغرافيا، هنشتغل بقى تاريخ اللي هو درس مين؟ درس احمد عرابي. بدأ تجنيد اولاد عمد البلاد ومشايخها في عهد، سعيد باشا ولا الخديوي اسماعيل ولا توفيق ولا ابراهيم باشا؟ الخديوي سعيد باشا كان نزل قرار بتعيين او تجنيد اولاد عمد البلاد ومشايخها كضباط. قاد مظاهرة عابدين السلمية في سبتمبر عام 1882 محمود سامي البارودي ولا أحمد عرابي ولا علي الروبي؟ طبعا هنا مظاهرة عابدين كان هنا البطل أحمد عرابي. قام مصطفى كامل بتأسيس جريدة نقط عام 1900 ميلادية، جريدة الوقائع المصرية ولا المؤيد ولا اللواء ولا الأهرام؟ جريدة اللواء. فشلت القوات البريطانية في دخول مصر عن طريق كفر الدوار، التل الكبير، كفر الزيات، الأسكندرية. طبعا هنا القوات البريطانية فشلت في دخول مصر عن طريق كفر الدوار عام 1882. رفض مد امتياز مشروع قناة السويس عام 1910. مين هو الشخصية اللي رفضت مد امتياز مشروع قناة السويس عام 1910 بعد أن استمر شركة قناة السويس في مصر تستفاد يعني من قناة السويس لمدة 100 سنة 99 عام؟ مصطفى كامل ولا طلعت حرب ولا محمد فريد ولا أحمد عرابي؟ محمد فريد، لأن المشروع ده أو مد امتياز شركة قناة السويس ضد مصلحة مصر، مصلحة مصر الاقتصادية. كان أحمد عرابي عضوا بارزا في جمعية الجامعة المصرية ولا الوفد المصري ولا مصر الفتاة ولا عابدين؟ وطبعا هي جمعية سرية، مصر جمعية مصر الفتاة.
دخل الإنجليز في 14 سبتمبر بعد معركة التل الكبير، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، القاهرة. طبعا بريطانيا لما ما قدرتش تخش مصر من جهة كفر الدوار وانهزمت، فرجعت تاني لإسكندرية ولفت من قناة السويس، وبعد السويس دخلت موقعة التل الكبير، وبعد التل الكبير على طول بقت في 14 سبتمبر في مدينة القاهرة. يبقى دخل الإنجليز القاهرة بعد معركة التل الكبير، وكده أصبح احتلال. تم عزل اللورد كرومر من منصبه عقب حادثة الأسكندرية ولا أبيكير ولا حادثة دنشواي ولا كفر الدوار. طبعا حادثة دنشواي، وكان بسبب تنديد مصطفى كامل بهذه الحادثة. بعد الاحتلال البريطاني لمصر أصبح الحاكم الفعلي للبلاد، والكلام ده في عهد الخديوي، كان في عهد الخديوي توفيق. طيب الحاكم الفعلي هنا للبلاد هو الخديوي ولا المعتمد البريطاني ولا أحمد عرابي ولا ديليسيبس؟ طبعا بعد الاحتلال البريطاني عام 1882 أصبح الحاكم الفعلي للبلاد هو المعتمد البريطاني. من مطالب الأمة في مظاهرة عابدين في سبتمبر عام 1881 ميلادية، إسقاط وزارة شريف باشا ولا رياض باشا ولا سعيد باشا ولا وزارة نبار باشا. طبعا الوزارة المستبدة كانت وزارة رياض باشا. يعد من الزعامات الوطنية التي شاركت أحمد عرابي. أحمد عرابي ما كانش لوحده في الثورة العربية، الثورة العربية لم تخلو من زعامات أخرى. كان في مين؟ مصطفى كامل ولا محمود سامي البارودي ولا محمد فريد ولا سعد زغلول؟ طبعا كان في محمود سامي البارودي، وهو أحد الضباط المصريين في هذه الثورة. عقدت الاتفاق الودي عام 1904 ميلادية. الاتفاق الودي كان بين مين ومين؟ انجلترا وفرنسا ولا انجلترا وروسيا ولا فرنسا وألمانيا ولا انجلترا وأمريكا؟ انجلترا وفرنسا. والاتفاق الودي ده جعل فرنسا ما تكونش مع مصطفى كامل ضد انجلترا ولا تساعد المصريين، لان اصبح في اتفاق ودي ما بين انجلترا وفرنسا. احتلت القوات البريطانية مصر بعد هزيمة الجيش المصري فيه. كفر الدوار ولا التل الكبير ولا الإسماعيلية ولا القاهرة؟ هزيمة الجيش هنا المصري بقيادة أحمد عرابي والاحتلال بعد معركة التل الكبير. دعا إلى إنشاء مدارس ليلية لتعليم العمال الفقراء مجانا. سعد زغلول، مصطفى كامل ولا رياض باشا ولا محمد فريد؟ محمد فريد هو اللي دعا إلى إنشاء مدارس ليلية للعمال الفقراء مجانا. بكده يكون خلصنا المراجعة بتاعتنا لمادة الدراسات الاجتماعية الصف السادس الابتدائي. يا رب تكونوا استفدتوا، ونتمنى لكم النجاح، وياريت اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس، عشان أي مراجعة لشهر إبريل وشهر مايو إن شاء الله تشوفوها معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.